لو اللي معهوش بطاقه تموين نفسه ياكل العيش السياحي هو قادر يجيبه تمام. بس عايز ياكل العيش ابو رده الجميل ده ابو شيلن ومعهوش بطاقه يعمل ايه؟ طيب هي دي المشكله، ان كان قبل كده تعرض على معالي الوزير ان يتعمل بطاقه في البريد كارت في البريد ان هو يتوزع من خلال البريد ومزوق الدفع زي الكهرباء كده، كارت كهرباء بيبقى انت عايز كارت بمتر رغيف متر رغيف بيديهولك وتروح تشتري بسعر اقل من السياحي يتحسب بجنيه تقريبا كان جايبه حسابه هيبقى كده، وتروح تجيبه من المخبز العادي بجنيه الرغيف بجنيه. ده كان معروض على الوزير ولسه ما اتبتش فيه لحد دلوقتي يعني، وده لسه يعني. وده كان مربح يا استاذ خالد في وقتها لسه يعني. لسه تكلفته احنا ما اتحسبتش، الياته ايه مش عارفين نعملها لسه. هو مجرد لسه مقترح، هو مقترح يعني. وبيدرس ولسه ما لحد دلوقتي ما ظهرش للنور لسه. تمام، لان لازم تدرسه من جميع الجوانب، اللي انت مش الوزاره بس اللي شغاله في الموضوع، معاك الوزاره ومعاك البريد ومعاك شركه سمارت للطباقات الذكيه، مع كل دوت شغال في معاك في الخط في نفس الخط دوت. فبالتالي كله هياخد من قلب الرغيف، فانت عايز تدي هنا وتدي هنا وتدي هنا، يبقى الرغيف هيطلع بكام في الاخر؟ فدي حسابات لسه ما وظبطتش.